رجعنا لكم مرة أخرى، مواصلين معكم الجزء الثاني من حلقتنا اليوم للام 9. دونك معنا المدينة تريدينغ كومباني، معنا مدام غادة دريرة الممثلة عن شركة المدينة تريدينغ كومباني. سافا غادة؟ صحتك بخير؟ الحمد لله بخير. تري بيان. اليوم باش نكملوا نحكيو على قاندو احمد تشيا. اليوم شنو باش نحكيو اليوم؟ باش نحكيو على انرجي. انرجي الطاقة اليوم. الطاقة. باهي بعد كشي باش نرجعوا لك اكيد غادة، لكن في السومير زاد كيف حكيت اليوم انه باش نحكيو ميتين دونتيغ، باش نحكيو اختو، باش نحكيو على تقويم الاسنان. على ذيك بحذانا الدكتور انيس نسيبي، طبيب اسنان مختص في تقويم الاسنان. دكتور مرحبا بك. مع السلامة، شكرا على الاستضافة. يعيشك، سي ان بليزير. ميرسي. اليوم جيتنا بتقنية عنا عامين براتيكمون ثلاثة في تونس نحكيو عليها برشا، اللي هي لي غوتيغ. وانت صلحت لي في الاوف، قلت لي شنو ما؟ قلت لك سي بلوتو اون بارلي دالينيور اكثر من الينيور. فوالا. خاطر لي غوتيغ سي ان تيرم جينيرال، ولي زالينيور سبيسيفيك اكثر على اللي باش نحكيو عليه اليوم. باهي، كنا قبل في صغرنا ولا حتى في الادوليسونس نتاعنا كنقولوا تقويم اسنان او باش نستويو سنينا، اوتوماتيكمون ينخموا في لاباغي دونتيغ موبيل اللي تركب وتتنحى، والا في لاباغي دونتيغ اللي هي فيكس ونركبوها يعني مره برك وجست كل مره نمشيو نكبسوا ونعدلوا. اكزاكتومون. بتقدم التكنولوجيا اليوم على شنو نحكيو دكتور؟ اليوم نحكيو على دونك دي زالينيور. كيما قلنا لي زالينيور عندنا اون سيرتين بيريود صغيره نسمعوا بها في تونس، ولكن ماهيش حاجه جديده برشا في العالم. سافي بلو دو 20 ans اللي هي موجوده، صنعت لاول مره عام 98 في امريكا، وفيغ يا مزور دو تان قاعده تتطور ووصلت لتونس، وسافي ديجا 10 ans اللي هي موجوده في تونس، ميم سي العباد كل ما تسمعش بها. وصارت اون فورماسيون حتى او نيفو دو لا فاكولتي نتاع الميتين دونتير في تونس او في مستير بالتحديد، باش نجمنا ولينا نستعملوا فيها في لي كابيني ودو مانيير جينيرال سمعوا بها اكثر لي باسيون. مي شنو هي التقنيه هذه قول قايل دكتور؟ اون فيت هما سي ان اباري اورثودونتيك، معناتها هو جهاز تقويم اسنان. الجهاز هذايا باش نستعملوه في الفم باش نقوموا بهم السنين، باش نستويو السنين نتاع العباد. من غير ما نقلعوا ولا التقليع؟ هو مسألة ثانية اللي هو معناتها في تشخيص الحالة نجموا نلجأوا للتقليع والا لا. دايوغ الموضوع هذا نجموا نحكيوا فيه، خاطر جوسكا ان سيغتان تون فما اون سيغتان بيريود تعدات كنا نقولوا انه لي زالينيور ما ينجموش يعملوا كل شيء، وبالاخص في الحالات نتاع التقليع وين نستحقوا التقليع كنا نقولوا لا لي زالينيور ما نستعملوهمش على خاطرهم يسون با كابابل باش يسكروا لي زيسباس نتاع التقليع اكسيتيرا. دونك كنا نمشيو فيغ دي تريتمون ستاندار كلاسيك اللي هما لي تريتمون فيكس. اما توا افيك ليفوليسيون والتكنولوجي اللي قاعدين يتقدموا ولينا نستعملوا لي زالينيور حتى في الحالات نتاع التقليع. شنو الافونتاج اللي يخليني نستعمل الينيور وما نستعملش اباري دونتيغ كلاسيك كما اللي نعرفوهم قبل؟ دونك فما برشا دي زافونتاج بارابور اوز اباري كلاسيك، اللي هما اول واحد هو اون فا دير ليستيتيك، معناتها لو فيت انه باش نستعملوا اون سورت دو بلاستيك اسمه تيرمو بلاستيك اللي هو شفاف ما يتراش، وكي يلبسوا الباسيون مش باش يظهر انه عنده اباري في فمه. هذه اول، وهذاك علاش تصنع الاباري على باس. وثاني حاجه هو انه باش يكون فما اكثر كونفور، الباسيون باش ينجم يلبس الاباري نتاعو وينحيه في وقت الماكله، يحك سنيه ومن بعد يرجعه. دونك هذه حاجه ثانيه. ثالث حاجه سافيتر لا بريسيزيون، على خاطر هذه الكل ما يصير كان بعد اون شين نوميريك، سلسله رقميه اللي هي باش تمكننا grâce à l'informatique et nous sommes beaucoup plus précis dans la conception du traitement. Et je n'ai pas le protocole à tibbi ملي نبدا باول زياره لاختو باش نعمل لا لينيور هذايا، شنو يصيروا لي زيتاب دكتور؟ اول حاجه بيان سور فما لا كونسلتاسيون الاولى اللي هي باش يصير فيها تشخيص الحاله، واسكو الحاله هذيك تتماشى معاها لي زالينيور ولا حاجه اخرى. باهي. انسويت لا دوزيام ايتاب باش تكون وهي اهم ايتاب انه ناخذوا القياس نتاع الفم، قبل كنا نستعملوا عجينه ونحطوا في الفم باش ناخذوا القياس اكسيتيرا، توا ولات نوميريك الحكايه. ولينا نحطوا دونك اون كاميرا ان سكانير انترا اورال باش ياخذ لنا نعديوها على السنين الكل. السكانير هذاك باش ياخذ لنا اون ايماج 3 دي، صوره ثلاثيه الابعاد نتاع الفم كما قاعدين نشوفوا توا في التصويره ورانا. سكانير اي ليماج 3 دي، ليماج 3 دي هذيك سي ليتا انيسيال نتاع فم الباسيون، دونك فيه تزاحم اسنان، ان انكومبرومون دونتير ولا حاجه هكاك. على الباز هذيك باش نستعملوا ان لوجيسيال كما نشوفوا زاد هوني توا، لو لوجيسيال هذاك باش يعمل لا كونسيبسيون، معناتها باش نبرمجوا العلاج، باش نحركوا السنين بشويه بشويه لنوصلوا للنتيجه النهائيه. بي دكتور نستوقفك هنا لحظه، هل بالتقنيه هذه نتاع باش نعرفوا كل مده كيفاش تتصلح السنه، انا كباسيون نجم نرى الريزولتا فينال نتاع السنه قبل ما نعمل لاباغي؟ هذا سي ان اوتر افونتاج بارابور للتكنيك كونفونسيونيل. لي تريتمون بار الينيور غراس او لوجيسيال هذايا باش نشوفوا
السنين كيفاش باش يتحركوا او كور دو طون دونك في الاخر باش تحصلوا كيما اون فيديو باش نشوفوا ليتا انيسيال البدايه حتى تكشي للنهايه والريزولتا فينال وباش نبعثوها للباسيون صورة الفيديو هذيك وباش ينجم هكاك الباسيون يشوف الريزولتا اللي باش تحصل عليه. كي نعرف السوغيغ نتاعي بعد ما نعمل جوتير كيفاش باش تولي او لا لينيور اكزاكتومون. اسكو نفس الجوتير نقعد بها المده هذيك نتاع العلاج ولا نبدلوا ولا نعاودوا نقيسوا ولا كيفاش نعمل؟ القياس يصير مره برك من بعد الكونسيبسيون هي اللي باش تصير فيها ديبلاسمون نتاع السنين بشويه بشويه، كل جوتيغ باش تعمل نسبه صغيره نتاع تحرك، باش تحرك شويه كل سنه. لين نوصلوا افيك لا سكسيسيون تسلسل لي جوتيغ لي زالينيور، ما نعرفش سا ديبون الحالات الصعبه تنجم توصل حتى شي 40 ولا 50 الينيور، اي نعم، ويتلبسوا لي زالينيور لمده جمعتين ونبدلوا لواحد جديد لين نوصلوا للريزولتا فينال. واسكو التحرك نتاع السنين او باش يستويو تو ديبون من لا ديسيبلين نتاع الباسيون، ساعات نجم تحضر له جوتير نتاع جمعتين اللي من بعدها لكن ما تنجمش تركب له. لا احنا شنو باش نعملوا؟ باش نحضروا لي جوتير كما قلت لك الكل مسبقا. داكوردو دونك سي لا كونسيبسيون هي اللي باش تعمل كل شيء، باش نحضروا لي جوتير الكل. ومن بعد نجموا نعطيو لي باسيون ان سيغتان نومبر دو جوتير، احنا وكيفاش نحبوا نميتريزيو ونكونتروليو التريتمون نتاعنا. اذا كان نعطيو باغ اكزومبل 4 جوتير باش يلبس الاربع جوتيرات كل واحده جمعتين باش يقعد شهرين بلي جوتير هذوكم، اذا كان هو ما يواظبش وما يلبسش كيما احنا نقولوا له هذا سي ان انكونفينيون، هذا نقائص من نقائص لي زالينيور، اذا كان ما يلبسش كيما نقولوا له ينجم يكون الريزولتا ماهوش على هوتور اللي احنا نتوقعوا. يعني نجموا نعملوا دوتر جوتير لليتاب اللي هو راتيها او ما وصل لهاش. اكزاكتومون، ساعات ينجم حتى لا لينيور ينجم يضيع ولا يتكسر. وقتها يلزمنا نجموا معناتها نعاودوا ان نوفيل الينيور باش يعاودوا يلبسوا. بي براتيكمون انت قلت لي 50 نجموا نوصلوا ل 50 جوتيير. في لي كا بوتيتر اكستريم اكثر لي كا صعوبيه معناتها بالطبيعه نجموا نوصلوا حتى ل 40 و 50 جوتيير. يعني كل جمعتين نعاودوا من غير ما نقيسوا دكتوره من غير قياس. هما غراس على لوتي انفورماتيك معناتها بالاعلاميه باش نجموا نعملوا اون كونسيبسيون باش نشوفوا كيفاش السنين باش يتحركوا دونك سا فا اتر بروغرامي مسبقا دونك باش نعملوا توت لي جوتيير كو سوا 20 30 40 على حسب الصعوبيه نتاع الحاله. ومن بعد باش يتصنعوا الكل مع بعضهم باش يتبعثوا الكل مع بعضهم للكابيني ومن بعد نجموا وقتها نبداو بشويه بشويه نلبسوا لي جوتيير. فوالا. باهي حاجه اخرى هل نجم نتكلم بها الجوتيير ما تقلقش انت ظهر لي عامل جوتيير دكتور ماكش عامل؟ لا مش عامل. كنت عامل جوتيير ولا؟ اي كنت عامل. باهي لهنا نجم نتكلم بها فاشيلمون والا باش نحس وكانه فما اوبستاكل كيما لاباغي دونتير. هي اي حاجه باش نحطوها في الفم مو تعرف الفم يحس حتى شعري يحس به دونك اي حاجه باش نحطوها في الفم باش تقلق لي بروميي طون ولكن سي تري تري سي تري تري رابيد من بعد نهار نهارين كل واحد كل باسيون كيفاش باش يستانس بها وباش يرجع يتكلم بطريقه عاديه وما عادش تولي حاجه ناتوريل عنده. حاجه اخرى تو نعرفوا كنا لي زاباغي دونتير في الكبسي لوجيعة ما تنجمش تاكل النهارين الاولانيين دونك تستير دونك تاخذ شويه دويات وغيره دي كالمون في اللينيور نفس الحاجة باش تحسك الوجيعة والا مانيش نمروا بها مرحلة الوجيعة. هو تكنيكمون اون سو باز سور لو ميم برانسيب باش نحركوا سنة يلزم نعملوا عليها اون فورس. إذا كان نضغطوا على سنة باش نحسوا الكبسين هذاك لاكودو ولكن في لي زالينيور كيما ذكرت بكريكا سي بلوس ميتريزي معناتها اون دوسور اون دوسور أكثر ونعرفوا قداش الفورس اكزاكت اللي باش نحطوها على السنة دونك نجموا نقصوا من الجين هذيك ومن القلق هذاك عند الباسيون. الناس الكل تنجم تعملها وي الناس الكل تنجم تعملها لي غوتيير هما على باز ايزون ايتي معناتها تصنعوا على خاطر فما اون دوموند دو لابار دي زادولت الكهول اللي هما يحبوا اون سوليسيون اورثودونتيك اللي تكون ديسكريت وما تتشافش خاطر عندهم حياه اجتماعيه ومهنيه ما تمكنهمش باش يلبسوا على باغي عادي اما بشويه بشويه قاعد سا ديموكراتيز وحتى لي جون ولي زادوليسون ولاو ينجموا يلبسوا لي زالينيور تبقى انهم لا ديفيكولتي عند الترانش داج هذيك هما انهم يواظبوا على التريتمون تاعهم ويلبسوا لي زالينيور كيما يلبسوا. علاش ما نجموش ناكلوا بها كيما لاباغي العاديه؟ تو سامبلومون على خاطر باش تنجم تتلون يتبدل الكولور نتاعها تولي ما عادش استيتيك وتنجم تتكسر دو لا ميم مانيير. يعني كوم اوماج يعني نمغضو تنجم تتكسر. تنجم تتكسر وتنجم تتلون واصلا معناتها لا كاباسيتي ماستيكاتواغ معناتها الفاعليه نتاع المضغان نتاعنا باش تنقص لي غوتيير ما نجموش نمغضو بها. شربين تاي قهوه كيف كيف لازم اون ايفيتي كيف كيف على خاطر باش يبدل لنا اللون والتاي ولا ليكيد باش يدخلوا في وسط الغوتيير ما بين الغوتيير والسنه وينجموا يخليوا اون كولوراسيون ولا حتى اون معناتها اون اودور خايبه شويه. دونك هذه كل محليه اسكو فما ديزانكونفينيون فيها لالينيور؟ لي زانكونفينيون ماهمش برشا وذكرناهم ديجا اللي هما سي المواظبه على اللبسين اهم حاجه
وثاني حاجه هو انه معناتها مازالوا الى يومنا هذا غاليين شويه ومش ناس كل تقدر عليهم، ميم سي دو بلوز اون بلوز قاعدين معناتها توا فما دي لابوغاتوار توانسه اللي هما يصنعوا لي غوتيغ هذوما، ما عادش اوني اوبليجي باش نلتجئوا لاجانب باش يصنعونا لي زالينيغ، فما دي لابوغاتوار موجودين في تونس، حتى او سان دي كابيني دونتيغ ينجموا يعملوا ان بوتي لابوغاتوار يصنعوا فيهم لي زالينيغ، دونك ولاو سي بلوز او موان ديموكراتيزي وبداوا السوايم شويه بشويه. يعطيك الصحة دكتور انيس نسيبي طبيب اسنان مختص في تقويم الاسنان، حكينا لكم اليوم على لي زالينيغ او لي غوتيغ اللي احنا نقولوها هذيا ولات لي غوتيغ، ما انت صلحتي لو تيرم تكنيك اكزاكت نجم نقول لك انه جوست لي زالينيغ لي غوتيغ سي ان تيرم جينيرال ولي زالينيغ سي بلو سبيسيفيك، فما فما حاجه ديما يغلطوا فيها لي باسيون هما كيف يشوف اون غوتيغ نجم يقول لك هذا سي ان لينيغ والا لوغ كو سي با سا سي با لو كا، فما دي غوتيغ دو كونتونسيون وقت اللي يجي الطبيب السني المختص في تقويم الاسنان ينحي لاباغي ينجم يركب الغوتيغ هذيك اللي هي ما تعملش فورس على السنين جوست باش تشد السنين في بلاصتهم باش ما يرجعوش للليتا انيسيال اللي كانوا فيهم من الاول، دونك هذيك سي اون غوتيغ دو كونتونسيون سي اوتر شوز، وفما دي غوتيغ دالينيومون اللي هما بلو سامبلومون لي زالينيغ. انت قلت لي ماكش لابس غوتيغ. لا. نجم نضيفك كويس تي. مرحبا. نجم نضيفك كويس تي. غاده انت ماكش لابسه غوتيغ. نعمل كويس تي. اليوم باش نحكيو احنا على تي انرجي من عند المدينه تريدنج كومباني، انا نضيف ضيفنا وبنت الدار بيان سور من تي انرجي دو احمد تي بيان سور من عند المدينه تريدنج كومباني، نشوفوا السبوت الخاصه به ونرجعوا لكم. دونك كانت هذه سبوت الخاصة بالمدينة تريدنج كومباني سبيسيالمون أحمد تي، وكا غادة ديجا هي باش تضيف الدكتور بحذنا تي انرجي دو أحمد تي، إن شاء الله يعجبك الدكتور أنا متأكدة أكيد باش يعجبك خاطر كله ديزاغروم وكي نقولوا أغروم ونقولوا يعطينا الطاقة وفيتامين سي والحيوية وهذايا الكل، ما تحبش تعطيني كويس تي ما ظهرلكش؟ نعملوا كويس تي مع بعضنا بعض بالبالمية تعجبني غادة، خلينا نمشي من بعد الشيف فتحي شيف. مرحبا يا صفاء، مرحبا بالضيوف، انا هنية حد مشيت للمقرونه ديجا، حد نحط البني نتاعي يتصمتوا، ناخذ شويه من الماء نتاعها نصبوا فوق البصل والثوم اللي قاعدين يتشوا، ومعاهم طماطم سيكام الكونكاسيلي بالثوم، ما البني بالاوبرجين راهي ما تجيش بالغامقه ياسر، معناها تجي بالتومات فريش، وذيك علاش انا نستعمل فيها الطماطم الكونكاسي اللي بالثوم. هي اوسي ما تجيش طايبه برشا، يلزم خاطر تيب دو كويسون دوبليش، معناها هما يقول لك 16 دقائق تطيب ولا 8 دقائق تطيب، انت وانواع المقرونه. انت تشوف الوقت وديما تنقص دقيقتين على اللي يقولوا لك عليه باش هكاك تكمل تشرب هي الصوص نتاعها وتجي الدنتي بالكدا، ما يلزمش تكون طايبه فوق القيمه، هذاك علاش انا في المقرونه نتاعنا جوست نحسب لها 5 دقائق ونرميها في الصوص ونصب لها شويه من الماء السمطان تشرب الصوص نتاعها، ومن بعد نرمي لها البيتنجيله ونعمل لها الكغاتيناج، انا جوست تيب مقرونتي ونرجع معاكم نوريكم بقيه تفاصيل المقرونه هذه اللي تيب في ساعه في ساعه. يعطيك الصحة الشيفة تحية، ميرسي بوكو ليك. قبل ما نبدا معاك غادة طبعا باش نحكيو على الانرجي، دكتور عنده توضيح صغير يحب يوضحه، تفضل دكتور. نوضح حاجة سيرتو انهم لي تريتمون اورثودونتيك مهما كانوا كو سوا بالتقنيات التقليدية شنو نقولوا والا افيك لي زالينيغ يقعدوا هما علاج طبي ويلزم يكون مؤطر من طرف معناتها طبيب اسنان مختص في تقويم الاسنان، خاطر كيما نشوفوا توا فما دي سيت انترنت مواقع على الانترنت نلقاوهم ينجموا يبروبوز للي باسيون اللي هو يوليو بلوس دي كليون كو دي باسيون، يمشيوا دون سيغتان بيي وياخذوا لهم قياس من غير كونترول ميديكال ويعملوا لهم دي يعملوا لهم دي تريتمون اللي هم ينجموا يكونوا فيهم مضاعفات ومخاطر اللي نجموا يكونوا معناتها يهدوا حياتهم وصحتهم. يعطيك الصحة دكتور على التوضيح هذا، توضيح مهم ياسر وفي بلاصتو. ها قاعد معنا باش نعرفوا احنا المزايا باغ كونتخ نتاع تي انرجي دو احمد تي، قبل هذايا خلينا نعاودوا نذكروا نعملوا حوصله على المدينه تريدنج كومباني. معك غاده. المدينه تريدنج كومباني تاسست من 2011، هي موجوده في صفاقس بودريه 2 وموجودين في تونس زادا، متخصصة في لامبورتاسيون وفي الديستريبيسيون ان تونيزي دي برودوي اليمونتيغ،
اونوت كاليتي. كي نحكيو على الكاليتي نحكيو على لي مارك اللي نتعاملوا معاهم اكزاكتومون اللي هما من بينهم بونومي اللي فيه لونغ دو شا وفيه تيراميسو. نحكيو على احمد تي بيان سور غني على التعريف. نحكيو على اليت ويتا الشوكولاته لا روندا الضعف نتاعي لي بوان فيل نتاعي تعرفهم. نحكيو على دولفان. نحكيو على برشا ماركات عالميين ذات سمعه معروفه وجوده عاليه واللي خلينا نجهد نتعاملوا مع بلدان ايطاليا انجلترا اسبانيا المغرب دبي الجزائر. سيلو معنا ديجا بيان سور مديته تريدي كومباني مديب برودوي كما تدرسوا الطلب نتاع الكليون. عندكم حاجه هذيك سنيكس جدد؟ اي انا بريتسو هذيك ياسر بنين كاكي هذيك ياسر عاملين بيجا ياسر بنين دونك. بين لي مارك اللي نحكيو عليهم الكل عندنا احمد تي وعندنا الجام بينيفيت الجديده نتاعو نعملوا عليها حوصله صغيره. فما سليب فما سليب هو اللي يعاونك باش ترقد فيه الكامومي وفيه اللافوند. كي نقولوا كامومي ولافوند نقولوا رتح الاعصاب ويجيب النوم هكا اني في ريلاكسون. هذا بالنسبه للسليب. عندنا الدايجست اللي يعاونك الدايجست هذا اللي يعاونك على الهضم اللي فيه ظهر لي هذايا الورده هذايا ديما ناس اسمها مش كامومي هذايا كامومي هذه النبته هذايا فيه الفينوي زاده اللي كنقولوا فينوي نقولوا راقي البسباس يعني شفت نتاع البسباس الفينوي اللي هو يعاون برشا. اي وعندنا شنو اخر؟ فما البيوتي سبق وحكينا عليه. فما سليم هذا اللي يعاونك هكا باش تخسس تعمل هكا سيلويت مزيانه هذا يا سليم. وفما البيوتي حكينا عليه زاده اول حلقه البيوتي اللي هو فيه الالوي فيغا فيه البيش وفيه البيتال دو روز يعطيك بيان سور افي مزيان على البشره نتاعك. وعندنا لومين نقولوا يعزز المناعه ويحسنها. واليوم وعندنا الانرجي واهم حاجه ديجا الانرجي. الناس الكل تلوج على الانرجي سيرتو تويكا داخلين في الشتاء وللفشله وللبخور والركشه دونك ماذا بيك حاجه تعاونك انك تعدي نهارك ناشط. حاجة في وسط النهار كيف كيف زادك تقلق كذا يكون هو ديجا بالمكونات نتاعو انا باش نحكي عليهم تو كم فن. فما ليمون غراس اللي هو ديجا وحده كفيل معناتها يكفي ويوفي فيه ما شاء الله. اللي هو شنو يعالج الجريجم الكحة القلق الغريق السكر الدم الالام نتاع المفاصل والميوسكل. دونك فيها الفيرفين سيترونيل كيف كيف زاد نفس الشيء يعالج التعب الدوخه القلق الفشله هذيك اللي نحسوا ديما عندنا ناقصين شويه حيويه ويزيد يعمل يعزز الذاكره دونك فيها النعناع فيها القرفه بيان سور ذيك معناتها من غير ما نحكيو على الفوائد نتاع القرفه فيها الفيتامين بي 6 الجوارانا فيه الجوارانا اللي اهم حاجه اللي هي ديجا فيها زوز حاجات ضرب حاس فيني بحجره ما تنشط المخ بيك عندها الكافيين نسبه الكافيين عاليه فيها والباهي ان هي تستخدم للتخسيس ولل اي التخسيس الضعف وتنقص الوزن. فيك فيها ماده معناتها مذيبه للدهون والشحوم. دونك هذه الحاجات الباهية اللي فيه والبنة بيان سور لافون بنين على الاخر من غير ما نحكيو على البنة تاع حماتي 100% ناتوريل كالعاده نقولوا اللي هو معناتها معترف به اللي هو 100% ناتوريل 100% بيو ما فيش حتى حاجه اضافيه. دونك ذوقوا قرروا وحبوا انتم اللي هو الاحمد تي الاصل نتاعو منين يعني الشركه منين هي لا مارك من لونجلتير بلاد التاي احنا نقولوا لونجلتير سي بلاد التاي البدعو التاي بيان سور. هو زاد حبيت نقول اللي هو ديسبونيبل في لي غراند سيرفاس في لي سوبرات في لي فري شوب بالنسبه للكونسوماتور بالنسبه للعباد اللي تحب تعدي دي كوموند كبار بيان سور يعني دي سوبر مارشي ولا دي صحيح ينجموا يتصلوا السوسيتي نتاعنا 22 805 805 29 246 100. وفما لي كوميرسيو نتاعنا في صفاقس 29 246 101 وفي تونس 29 246 103. يعطيك الصحة يا غادة ميرسي بوكو ليك. أنا نفرح كي نلقى أن برودوي 100% ناتوريل على خاطر اليوم حكينا في أول حلقة على المبيدات وغيرها وغيرها ما كي نلقى حاجة 100% ناتوريل نجم كان نفرح بها اون جام مزينه اللي هي بينيفيت اللي هي فيها بوكو دو فيها فاريتي كبيره على الاخر
كل واحد يلوج على حاجه يلقاها، اللي يحب يرقد يلقى، اللي يحب النشاط يلقى، تحب الزينه تلقى، مناعتك تعبه شويه دونك تنجم تلقى لاغوم والجو اي سورتو الحاجه اللي انت تلوج عليها تنجم تلقاها متوفره في تي احمد تي اللي هو طبعا من عند المدينه تريدينغ كومباني. اقعد بحذينا غدا، اقعد بحذينا الدكتور، انا باش نكمل المنيو نتاعنا مع الشيف فتحي، خاطر الشيف فتحي ما تحبش تكمل المنيو نتاعها وحدها، نجي ايجا مرحبا نجي نجي ما نجمش ما نجيش. الور تعمل في حاجه بالجبن شيف؟ اكيد ديما عندي جبن وعندي القوطة عندي كل شيء يا اخي. هذه للمقرونه باش نطيب غارنيتور غارنيتور اي به نحرك لك هذه اونتخ تون فوالا هذيك تو باش نطفي. هذه عاد مقرونتك لا فاموز اللي تيب من غير سمطان فوالا هوني نجي عندي بيتنجيله فواحد حطيت لها جوست مغرفه زيت وحطيت لها شويتها هذيا شيخه هذيا حطيت لها مغرفه زيت شويه ايرب دو بروفونس كليل وزعتر وشويه حبق ونكته زيت وقرصه صغيره ملح وعديتها في الكوشه سخونه في الكوشه في الكوشه تتشوي في الكوشه دكاغ نجي نخلطها كما تشوف فيها هكا توا شنو باش نعملها عندي تن البدر اللي بزيت زيتونه نحبها بالتون هما يعملوها مكثر اوبيرجين برك ما انا نحب انت حبيت تدللنا نحب مطعم التون في المقرونه فريمون جادور سا سورتو كي تبدا بالاوبيرجين هكا عندي برشا. زوز انواع جبن الموتزاريلا وعندي الفومي لا فومي كاتو هذوما الزوز خاطر هذا يعطي مطعم الفيمي واحد يعطي قاعده تلعب على اوتار حساسه ياسر لا 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 صدقني لا لا صدقني لا لا صافي والله الوغ هذوما الزوز نخلطهم والزوز يذوبوا بالكدا ونحطها تعمل كغاتيناج صغير في الكوشه وتاكل بشفي اغز ديجا هي وي الخيوط بدات تخرج بدات سلوك السلوك بدا يخرج وهي شربت معناها جوست ان بتي غاتيناج في الكوشه وي ومقرونتي حضرت حضرت في لمح البصر فوالا في لمح البصر كما تقول انت بالضبط هذيا تمشي تكمل تجيبها في الكوشه هي ديجا الدنتي بالكدا جوست تتحمر تزيدها شويه جبن من الفوق ينجم ينجم اكيد ينجم ديما نجمو جبن ديما جبن هو اكثر حاجه نجمو نزيدوها هلا سورتو انا عاد الشيفه سورتو انت عاد صافي هو ديجا اغزر قداش جبنات برشا جبن برشا جبن برشا نحركو جبن خارج هذاك كل باش يعمل غاتيناج فوق وجهها ومن بعد تخرج وتشوف طاولتنا كيفاش حاضره تفرج جبن تفرج اكثر من هكا جبن وريحه الفغوماج فيمي تاخذ العقل هنا وي جو كونفيرم الوغ هذا قعد الا باش تعمل غاتيناج ريت مسهله تاتي المقرونه نتاعنا فوالا نخرج البالمي نخرج البالمي هاي ونرمي المقرونه واضح يا شيف اونتخ تون شيف تخرج البالمي وترمي المقرونه احنا نخرجوا فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم طبعا الجزء الثالث والاخير من حلقتنا اليوم للامنف. عشرين سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن ما زرعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان أجبان مرياح سرها صنعة اليدين حرفة واتقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه
ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين ايديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتو، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حذرناه سلة سلة، محذر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ سيغ مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل، توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول. للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ، سيغ تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. ملا زورونا في لي دو بوان دو فونت نتاعنا في المنزه 1 والحمامات. طلت الاحباب والجاره على الخير تلمينا، غمزه وضحكه وتباره على عزاز علينا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا. يلي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة. أنا عندي يا مدام الطماطم هي سيكام. نادى ربه نداء خفي. من حسن إلى أحسن بالنسبة لبيرتا، عهد وفاة كانوا باب الجنة تحل قدامي. ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا ما كديرين. بسم الله والله أكبر. نور المكان كامل نور، وباب العرس صدقني معناتها شيء قشعر من الدم. بدا نغزو وفعلا صحيح. الله يقول يا ربي ان شاء الله في العوده. الناس انا خلقنا. خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين، برشا شوا وبرشا موديلات تستنى فيكم. الابداع شعارنا والاتقان مهمتنا، وكيف مختصه على ذمتكم. وهديتنا ليكم اشري سنة وخلص العام الجاي. برقاوي غيدو بيطار. تتلاشى الحيرة في غسيل الملابس. الآن غسالة إلجي جديدة فيفاتشي تتميز بذكاء عالي جدا بتقنية AIDD في اختيارها لك نمط الغسيل الأنسب، عناية فائقة الجودة وإزالة من مسببات الحساسية بنسبة لا تضاهي، حيث تستطيع التمييز بين 20,000 نوع من القماش، ويصبح لديك أفضل غسيل للملابس بالنظام الأنسب وتقنية عالية. LG Life is Good. موسيقى.